السلام عليكم، دلوقتي هنشوف ازاي نضيف كورنر كلاسيك هنا. اقول له انا عايز فاميلي جديدة جينيريك موديل، فاقول له نيو وبعد كده نيو فاميلي، واروح للانجليش واقول له ان انا عايز متريك جينيريك. واقول له ان انا عايز ارسم هنا ريفرنس بلان، وهنا ريفرنس بلان. ممكن دول نقول له مثلا دي اي، ونقول له دول ثبتهم ان هم 10 سنتي. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم اكستروشن اهوت، واقول له تريم والغي الاضافات، واقول له بقى ان انا عايز هنا من هنا لهنا كده ومن هنا لهنا، واقول له ان ده هيبقى اكس مثلا instance، وده هيبقى واي. او ممكن مثلا نحدد ان ده مثلا هيبقى 200 وده هيبقى 100. ده لازم يبقى اكتر من 100. اقول له ان ده مثلا هيبقى 300 وده 200 بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده ادخل هنا في الاليفيشن واقول له ان انا عايز اعمل ريفرنس بلان هنا، واقول له الاين، واقول له دي اي من هنا لهنا. ممكن نخلي دي مثلا 100، بالشكل دوت. وبعد كده هقول له حمل في المشروع، وابدأ احمل بقى الفاميلي بتاعتي هنا. ممكن اقول له وريها لي في 3D بالشكل دوت. انا مش شايف السكشن بوكس، فاخش في الفي في واقول له انوتيشن واقول له سكشن بوكس. المفروض ان هو موجود، فهاجي هنا في الريفيل اعلم عليه. اقول له انهايد ايليمنت، ابدا اعمل سيلكت للعنصر اهوت، واقول له موف من هنا لهنا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له ان انا عايز كوبي من هنا لهنا، تمام. طيب هنا بقى هقول له خلي ده 300 ل 200 بالشكل دوت. وبعد كده هاجي هنا واقول له كوبي من هنا لهنا وهكذا. وهكذا. تبدأ تعمل الجزء اللي هو الكورنر كاس كورنر بشكل دوت.